السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه التغطية الخاصة والمواكبة للأحداث الفلسطينية ومعركة طوفان الأقصى. فيديو مهم نشوفه وبعدها نعوده. من هذا؟ هذا يؤاف جالنت وزير دفاع الكيان الصهيوني. سمعتوا شنو قال؟ قطعنا الماء والكهرباء وكل الإمدادات عن قطاع غزة ونحن نقاتل حيوانات. هذا هو أسلوب الصهاينة، إجرام وقتل ودمار، والناس تموت عطش وجوع وقصف، ويوصفهم الحيوان الخنزير جالنت بالحيوانات. لا والله، انت الحيوان وكل من يساندكم ويتعاطف وياكم ويا تصرفاتكم حيوان وجبان. فصائل المقاومة ما تواجهوها لان جبناء ضعفاء مهزوزين من الداخل، بس تقصفون المدنيين وتقطعون عنهم المي والكهرباء والانترنت. والمنظمات الدولية المدعية بحقوق الانسان مطيتها اذن الطرشة، لا عين تشوف ولا اذن تسمع. بس رغم كل هذا الأبطال المقاومين مستمرين بتحقيق الانتصارات وقصف مواقع الكيان الصهيوني باليوم الثامن على معركة طوفان الأقصى، وتعامل قادة فصائل المقاومة وجنود فصائل المقاومة مع المحتجزين والمواطنين بالنسبة للكيان الصهيوني بكل إنسانية، رغم أنه عدد الأطفال القتلى وصل بسبب قصف الكيان الصهيوني أكثر من 500 طفل. خلونا نشوف بهذا الفيديو شلون يتعاملون جنود الفصائل، فصائل المقاومة الفلسطينية مع أطفال الكيان الصهيوني. حياكم الله مرة ثانية، نرحب بهذه التغطية بضيفنا الأستاذ إبراهيم السراج اللي انضم لنا من بغداد عبر الأقمار الصناعية. حياكم الله أستاذ إبراهيم. حياكم الله وأهلا وسهلا. وبانتظار أن ينضمون ضيوف أكارم من باقي المدن العربية على مدار التغطية إن شاء الله. أستاذ إبراهيم أبتدي وياك، هذا خطاب الكراهية، الخطاب الهابط من وزير دفاع الكيان الصهيوني، شلون نفسره؟ شنو يريد يقول هذا الوزير بحق المواطنين الفلسطينيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمتابعي قناتكم، وتحية والدعم الكبير للمقاوم الفلسطيني، المقاوم الكبير ومن يدعم هذا المقاوم. يعني بالطبيعة ليست غريبة على هذا الخنزير مثل ما وصفت حضرتك وزير الدفاع الكيان الصهيوني الغاصب أن يتكلم بهذا الكلام. فدولة إسرائيل أو دولة الكيان الغاصب بنيت على الكراهية، وبنيت على التمييز العنصري، وبنيت وتأسست وفق أيديولوجية خاصة أنها تقف بالضد من المسلمين وتقف من الضد من البشرية كافة. لذلك ليس غريبا أن يتحدث بهذا المنهج، بهذه اللغة، بهذا اللهجة. طبعا هذه هو لم يتحدث إلا بعدما كانت ضربات المقاومة موجعة له، والانتصارات الكبيرة تحققت، انتصارات لم تكن تخطر ببال الكيان الصهيوني ولا داعمي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأوروبا بصورة عامة والدول المطبعة بصورة عامة. لذلك اليوم عندما يتحدث، يعني شاهدت عدة مقاطع عندما تدوس السيارات العجلات العسكرية الإسرائيلية جثث الشهداء الفلسطينيين، بينما يتم تعاملهم تعامل مع الأسرى بكل إنسانية من قبل المقاومة الفلسطيني. فشتان من يتربى على الإسلام، الإسلام المحمدي الحقيقي، الإسلام الدين السميح، دين الإنسانية، وشتان من يتربى على دين الكراهية، على الصهيونية البغيضة المجرمة القاتلة صاحبة مجازر بالتاريخ معروفة لها. فلذلك ليس غريبا على كيان صهيوني يتحدث بالتالي. هي على الرغم من كل هذه الأفعال أستاذ إبراهيم، البعض اليوم يدعو إلى التهدئة ويحكي بإنسانية بما يخص عمليات حماس وغيرها من فصائل المقاومة اتجاه الكيان الصهيوني. يعني هؤلاء هم المطبعون طبعا، يعني هؤلاء إعلان، يعني انت شاهدت حضرتك بيان الجامعة العربية اللا عربية، الجامعة العبرية، الجامعة الصهيونية، جامعة الدول التطبيع الأذلاء،
عندما يتحدث عن 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 المأساة يتعرض لها الشعب الفلسطيني، عن الكارثة التي تتحدث التي تتعرض لها غزة، نعم. الإبادة الجماعية، يتحدث وكأنه جهة حيادية خارج وليست عربية. طيب، نعم. وهي قضيتك، هذه قضيتك انت يا ابو الجامعة العربية اليوم عندما تجتمع وندعو الى ضبط النفس. هو من ضبط النفس؟ هو اللي المقاوم الفلسطيني صاحب الحق، صاحب الارض، صاحب المأساة، ام الصهيوني الغاصب الذي عبر لنا من القارات واتى وحدة فلسطين؟ لذلك انه لا غريب ان يتحدث هذا الخطاب الاعلامي المسموم المضل الذي يحاول أن يغير قناعات الناس حول ما تجري في فلسطين. لذلك هو يتحدث بألم عن ما تعرض له إسرائيل والمستوطنات، ولكن لكنه لا يتحدث عن ما تتعرض له غزة من إبادة جماعية. بالتالي هذا هو خطاب المتصهينين مثل ما وصفتهم حضرتك، وخطاب القوى الداعمة للكيان الصهيوني مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا وغيرها. اليوم إذا نجي نقارن هذه الخطابات بخطابات الحكومات العربية، هل أن الحكومات العربية دافعت عن فلسطين وقضية الإسلام والقضية الفلسطينية بنفس القوة مثل ما دافعوا الأطراف الغربية واللوبي الغربي عن موضوع الكيان الصهيوني؟ الحكومات العربية العميلة هي لا يهمها سوى الكرسي، فهي تعطي كل شيء. هي أعطت شعوبها وأعطت ما أعطت من أجل أن تبقى على الكرسي، وطبعت وأصبحت ذليلة. لذلك انا اعتقد ان هذه الحكومات وهذه البلدان العربيه، للاسف الشديد، طبعا انا اتحدث عن الشعوب العربيه في وادي وحكومات في وادي. يعني انت اليوم عندما تطالعنا نشرات الاخبار ان شرطي مصري مكلف بحمايه سواح اسرائيليين ياتي ويقتل هؤلاء السواح، هذا غضب شعبي، هذا رش شعبي مصري عربي على جرائم الاحتلال الصهيوني. ولكن في الواقع ان الحكومات حكومات مطبعه، والكيان الصهيوني لولا الضوء الاخضر اللي تعطوا الحكومات العربيه له لما تجرأ على ارتكاب تلك المجازفة. هو اساسا الكيان بعد يعني نعم بعد عنده هذه الصوره اللي راسم الهياء اساسا الغرب وبعض الجبناء انه هو قادر يحمي هذه الحكومات، لن يحمي نفسه هو الان. لكن للاسف الشديد لان الحكام العرب هم الذين اتوا بهم، هم الذين صنعوا هذه الحكومات، وبالتالي انهم يعتبرون وجودهم نعمه اسرائيليه ومكرمة إسرائيلية أمريكية صهيونية. لذلك هم يحاولون أن يدينوا له بالولاء من خلال رد النعيم أو رد الجميل، من خلال الإدانة أو من خلال الصمت. والصمت هو تعرف يعني دول الخليج ودول التطبيع هي ماضية في هذا التطبيع. ولذلك تجد أن هذه الحكومات، يعني أنت شوف حضرتك أنه الحكومة الأردنية فتحت النار على الشعب الذي كان يعبر عن حالة الرفض للاحتلال الصهيوني، عن جرائم. فهذا بالمناسبة أنت تشوف ذول الحكام العرب أسلم خليل هذا في النياشين، في 30 نيشان وسام، وهو معركة ما متعارك بعمره. طيب هاي ذني على شنو؟ وهاي فلسطين، هاي فلسطين الجريحة. هسه ذني شو؟ ذني الأوسمة ماتك ما تحركك، ما تقول لك الناس عليها ما تضحك، يعني عليها من يوم أخذت يا معركة خليل. لذلك هي هذا الحكام العرب يعني للأسف شيء. شفنا انتفاضات يعني الشعب الأردني، الشعب المصري، نعم نعم، وحكوماتهم وقفتهم. نعم بالضبط، لأن هي حكومات صهيونية، الصهيوني هو اللي جاء بها الحكومات. وبالتالي نعتقد هؤلاء لا يحركوا، بل هؤلاء الآن يعني الآن هذه الشعوب تعبر، يعني الرفض الشعبي كبير. لا يمكن أن نقارن، يعني لا يمكن أن نقول هذه الدولة العربية مطبعة، الشعب غير مطبع، ولكن الحكومة الذليلة هي التي طبعت. لذلك الذين ساروا في ركب التطبيع الآن حائرون، ماذا يفعلون؟ يعني شنو اللي راح يسوون لشعوبهم؟ وبالتالي أعتقد شعوبهم قد تثور عليهم. لذلك أنه لماذا بعض الحكام يحاولون أن يقيدوا شعوبهم؟ لأن يعرفون إذا نجحت، وإن شاء الله تنجح انتفاضة الأقصى، طوفان الأقصى تنجح، ستكون الطوفان على هذا، على قصورهم واماراتهم ومماليكهم ودولهم الخربه وحكمهم. هذه انظمه الحكم الخربه التي بنيت على جماجم الابرياء. الكيان حاليا كرد على معركه طوفان الاقصى ده يستهدف المدنيين، الناس اللي ما لهم علاقه اصلا بالقتال، الناس اللي قاعدين بمبانيهم وبيوتهم جاي يستهدفهم ويجوعهم ويعطشهم ويقطع عنهم المي والكهرباء. هذه الاساليب يعني راح تساعد الكيان انه يرجع صورته
قدام شعبه، قدام حلفائه، قدام الحكومات العربيه اللي يثق بقوته. يعني هو ارتكب ابشع جريمه اباده جماعيه بحق الشعب الفلسطيني وفي قضاء قطاع غزة. أولاً أنه القصف والاستهداف كان يستهدف المناطق الأحياء السكنية الآمنة. هو يتحاشى أن يقابل المقاومة الفلسطينية. نعم. لذلك هو يذهب إلى هذا الطريقة. طريقة أنه إلحاق أكثر عدد بالسكان بالمحليين. اثنين، هو يحاول أن حرمان قطاع غزة من الأدوية والعلاجات والماء والكهرباء. نعم. والغذاء. وهذه جريمة إبادة جماعية. وتعرف حضرتك اليوم الأمم المتحدة تدعو لاجتماع، ولكن اجتماع ماذا يعني؟ هو إطالة أمد المعركة حتى هي وينها الأمم المتحدة؟ لا توجد هي يعني بالموقف الفلسطيني، لأنه يعني عندما خبصونا بموضوع روسيا وأوكرانيا والأوكرانيين. نعم. والمواطنين وراء أمريكا، يعني الإنسانية هناك توقف ما نعرف. شو تعتذر لي ملايين الدولارات انفقت على منظمات مجتمع مدني في أوكرانيا؟ هذه المنظمات يعطوها أموال وتدخلت في العمل السياسي من أجل مصالح أمريكية ومصالح أوكرانية، ملايين مليارات دولارات تقطوها. ولكن الآن هل هناك منظمة دولية مانحة وقفت وبصوت عالي وبكل شجاعة لنصرة الشعب الفلسطيني؟ الجواب لا. هل إن الحكومات العربية وقفت؟ يعني الآن تجد الآن المشكلة إنه بعض الأحزاب السياسية داخل العراق متفرجة. هاي كارثة، مشكلة. لذلك تجد إن هذه الأحزاب كأنها جزء من الاحتلال الصهيوني. راح نناقش هذه المواقف الجبارة والمترددة. هذه مشكلة كبيرة. احنا لغاية هذه اللحظة وقت تغطيتنا ونشوف العمليات والصور واضحة، المعارك مستمرة من قبل المقاومة الفلسطينية تجاه الكيان الصهيوني وقصف مستوطنات الكيان الصهيوني. هذه الأساليب أساليب استهداف المدنيين، راح تكسر المقاومة؟ راح تضعف المقاومة من إرادتها وعزمها؟ يعني هي المقاومة وصلت إلى مرحلة، أولاً شوف حجم الدعم الكبير. يعني إحنا تساءلنا أنه هل إن المقاومة تستطيع أن تعود إلى مكانها؟ الجواب لا. هذه الانتصارات رغم أنها مكلفة، ورغم أنها إذا قارنا من ناحية الاستراتيجيات العسكرية، تعرف الكيان الصهيوني كيان مدعوم، ولديه طائرات، ولديه قواعد جوية، ولديه أقمار صناعية، ولديه أمريكا وبريطانيا وأوروبا وهذه الدول العربية المتصهينة. لكن في المقابل الكفة الثانية أنه حماس والمقاومة الفلسطيني هو صاحب قضية، وبالتالي هو أدرك الجميع أن هذه الجيوش التقليدية لا تهزم إلا بجيوش عقائدية صاحبة فكر وعقيدة وإيمان. لذلك مثل ما نحن في العراق هزمنا داعش بالحشد الشعبي المجاهد وبكل المقاومين العراقيين، لأنهم أصحاب فكر وأصحاب عقيدة، وجيوش بنيت، يعني هذه القوات بنيت وفق فتوى سماحة المرجع السيد علي السيستاني دامت بركاته. لذلك ما يميز عفوا المقاوم الفلسطيني بهذه العمليات أنه كل الأسلحة المستخدمة هي صناعة محلية. يعني هو هذا الآن، يعني هذا تحول جذري في استراتيجية حماس. إنها أولاً شوف إذا دققنا أو حاولنا أن نحلل المعركة. نعم. نتائج المعركة، أولاً إنها اخترقت الجهد والاستخبارات البشري. تعرف الكيان الصهيوني وضع عيون والعملاء والجواسيس على حماس، هذه غير الإمكانات اللي يسوقون عنها. نعم بالضبط. قبة الحديدية وغيرها. نعم. وهسه أطلقوا لنا السيوف الحديدية. نعم. اثنين، القبة الحديدية والمنظومة المتطورة التي أصبحت خردة وأصبحت مجرد أضحوكة ومهزلة للجميع. نعم. إن هذه لم تحمل الفلسطيني، معركة سيف القدس إسرائيلي. فعلا. نعم. لم تحمل إسرائيلي ولم تحمل صهيوني، وبالدليل إن وصلوا إلى 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 مستوطنات لم يفكر الإسرائيلي بأنها سيصل لها المقاومة الفلسطيني. ثلاثة، إنه نوعية السلاح المستخدم لم يكن يعلم الجهاز الاستخبارات الصهيوني. نعم. بموعد العملية ولا بماذا يفعل المقاتل الفلسطيني. يعني هذا هو عنصر المفاجأة بالعملية، عنصر المفاجأة الذي كان هو غير كل أدوات أو. نعم. أو أساليب اللعبة. وبالتالي أصبح الكيان الصهيوني، يعني شفنا مقاطع في أحد المستوطنات، كان هناك تبرد كبير في مستوطنة أخرى، جندي إسرائيلي يقتل زميله. وبالتالي هاي حالة الفوضى، وصلوا أنه أيضا الأسرى
أكثر من 200 أسير من ضمنهم ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، الجيش الصهيوني المجرم، ومستوطنات وما شابه ذلك. وبالتالي نعتقد أنه هذه ردة فعل كبيرة ما جرت له من جرائم صهيونية مستمرة دون أن يتحرك أي ردة فعل من قبل المنظمة الدولية ولا المنظمة العمل الإسلامي ولا حتى الجامعة العربية. هذا الصمت الرهيب المطبق للأسف الشديد هو الذي شجع إسرائيل وشجع هذا الكيان الغاصب على أن يتمادى أكثر ويرتكب ما يرتكب من جرائم بحق الفلسطينيين. على الأقل هذه الدول والحكومات والجامعة العربية والمنظمات التعاون الإسلامي وغيرها راح توفر فد حل للناس اللي حاليا هم تحت القصف وقاطعين عنهم المي والكهرباء حسب ما نسمع انه راح يموتون من الجوع بسبب هذه الاساليب الصهيونيه، راح يقدرون يوفروا لهم حل وراح يبقون بهالموقف هذا. يا سيدي فاضل، لن نتوقع ان يكون هناك حل من هذه المسميات. يعني هذه المسميات للاسف الشديد هي تعمل لصالح كيان صهيوني، وحتى بعض منظمات حقوق الانسان تعمل لصالح كيان صهيوني. لذلك لا تتوقع ان يكون هناك رده فعل مباشره ابدا. يعني انت الان شفت حضرتك اجتماع وزاري للجامعه العربيه، ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ هل وقفت جرائم الاحتلال؟ الجواب لا. ماذا 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 ردت فعلهم؟ يعني طيب الان هل ان بيان الاستنكار والشجب والتنديد وهذه اللسته كبيره ماذا فعلت الكيان الغاصب؟ ابدا. يعني هو الان لا، يعني هذه الجرائم لا توقف بالبيانات التنديد ولا توقف بالبيانات الشجب، يحتاج موقف دولي. وهذا الموقف يعني شفت بعض الدول يعني متفرجة، بل إن إعلام هذه الدول المطبعة كانت تنقل الصورة لصالح الكيان الصهيوني فعلاً. وبالفعل يعني عندما توصف المقاومين يعني بالمسلحين، نعم، يعني إحدى القنوات العربية تستضيف أفخاي هذا المتحدث مثل الجيش الصهيوني ولا تستضيف مجاهد من حماس. فهذا هو الإعلام العربي للأسف الشديد. وبالتالي نعتقد المقاوم الفلسطيني هو يشعر بمرارة ما يسمون بالعرب الذين هم دعموا الكيان الصهيوني وشجعوا الكيان الصهيوني على التمادي أكثر وأكثر. نعم، عكس موقف الحكومة العراقية شلون تابعتوه؟ يعني نسمع أنه توجه لتقديم المساعدات للمواطنين الفلسطينيين، الرأي الشعبي شفناه واضح البارحة، كانت أكو فد وقفة تظاهرية مليونية في بغداد، اليوم هذه الوقفات مستمرة. قبل لا ندخل إلى الجو في هذه التغطية، شفنا محافظة الموصل عندهم في التغطية خاصة بهذا الموضوع، يعني ووقفة خاصة بهذا الموضوع. يعني أولا العراق قد يكون من بين الدول العربية الوحيد الذي لديه قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذا القانون يعني تعرف حضرتك هذا صدر من قبل مجلس النواب العراقي وبالتالي في 2022، وبالتالي القانون هذا هو بحد ذاته نصر للعراق ونصر للقضية الفلسطينية. نعم. اثنين، انه الرفض الشعبي الكبير تمثل في تظاهرات وتمثل في مسيرات وتفضل في مؤتمرات، اليوم مؤتمر الرابطة الدولية للخبراء المحلي السياسيين حول فلسطين ونصرة الشعب الفلسطيني. أيضا موقف الحكومة العراقية موقف شجاع وجريء، وبالتالي أنه دولة رئيس وزراء السيد محمد شجاع السوداني هو أرسل مساعدات إلى غزة وأيضا دعم القضية الفلسطينية، وهذا هو موقف العراق من زمن. العراق في كل الحروب كان له موقف لدعم القضية الفلسطينية. خليني أنتقل لأستاذ إبراهيم لي الأستاذ علي الدرواني، انضمنا عبر سكايب، الكاتب والإعلامي اليمني. حياكم الله أستاذ علي. ما أعرف إذا الصوت جاهز الأخوان في الكنترول. الصوت جاهز عندي. نعم، حياكم الله أستاذ علي. أهلا وعليكم السلام، مرحبا. أهلا ومرحبا بك، مبارك لجنابكم هذه الانتصارات المتحققة ولكل الشعوب المقاومة الانتصارات المتحققة من قبل المقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني. مبارك لكل أمتنا، وفي المقدمة هذه المقاومة الفلسطينية البطلة الصامدة. نعم. المجاهدون الأبطال الذين حققوا هذا الانتصار خلال ساعات، ربما هي المرة الأولى التي تشهد فيها أمتنا نصرا يتم إنجازه في اليوم الأول طبعا، وخصوصا في مواجهة العدو الإسرائيلي. كانت المبادرة من المقاومة الإسلامية في كتائب القسام وتلتها سرايا القدس والألوية وبقية الكتائب الأخرى في الفصائل الفلسطينية
وحققت ومستمرة هذا الإنجاز الكبير مستمرة الذي لا هذه يزال الانتصارات، يروي وإحنا باليوم بالعالم أجمع، ليس الثامن. فقط في كيان العدو الإسرائيلي وإنما في كل العالم، معلنا عن مرحلة جديدة يعيشها كيان العدو من الذل والخزي والعار والإهانة والمذلة نعم. التي لن يعالجها مهما فعل. أنا أسألك، العديد من ثورات للمقاومين الفلسطينيين اتجاه الكيان الصهيوني من أيام الثورة الفلسطينية والثورة الكبرى وثورة البراق، شنو اللي يميز طوفان الأقصى، هذه المعركة المستمرة حاليا، عن باقي المعارك؟ نعم، طوفان الأقصى هو كما أسلفت، يعني هو جاء بمبادرة، جاء مباغتة، جاء دون سابق إنذار، تخطيط دقيق جدا، تخطيط ذكي، الاستفادة من كل الظروف رغم يعني قلة الإمكانيات، إلا أنه كان هناك واضح أنه كانت الإرادة تسابق الفعل العسكري، تسابق التخطيط، يعني تم التخطيط لهذه العملية والتدريب عليها، تدريب كل القوات والمجاهدين الذين انطلقوا يعني عبر السياجات الخرسانية والحدودية والحديدية، واخترقوا كامل التحصينات الإلكترونية والرادارية والتقنية، ووصلوا إلى عمق مواقع العدو الإسرائيلي دون حتى أن يعرف بهم. كان العدو الإسرائيلي في الأيام والسنوات الماضية كان يقيم، ويعني تأتيه المعلومات الاستخباراتية أنه هناك عمل ما يمكن أن يحصل، فيقوم هو بعمليات استباقية. اليوم لا، المقاومة الفلسطينية هي التي تقوم بهذه العملية الاستباقية، نعم. هي التي تبادر في ظل عجز أجهزة أمن العدو الإسرائيلي القائمة أيضا. هذا الكيان هو قائم على نظرية الأمن والدفاع، نعم. والاقتصاد. اليوم الجيش الإسرائيلي مقهور ومهزوم ومدمر، معنوياته في الحضيض. الأمن الإسرائيلي اكتشف أنه لا يوجد هناك أي أمن. التقنيات الإسرائيلية التي حاولت أن تبيعها لبعض الأنظمة التي ذهبت للتطبيع، ظهر أنها أنظمة غير قادرة حتى على حماية الكيان. نعم. أسقطت هذه العملية، أسقطت كل يعني الأساطير التي قيلت وسمعناها عن العدو الإسرائيلي بخصوص جيشه، بخصوص أمنه، بخصوص تقنياته، بخصوص كل شيء، بخصوص حتى على مستوى جهوزيته. سمعنا خلال العامين الأخيرين عن مناورات إسرائيلية كبرى، يعني كلها لم تفد هذا العدو في أن يحمي نفسه من هذا الموقف الضعيف للكيان الصهيوني. أستاذ علي، 1200 من المقاتلين، نعم. الذين دخلوا إلى عمق الكيان وحصدوا هذا نعم. الانتصار الكيان الكبير. الكيان حاليا يقدم له الدعم من أمريكا وفرنسا وألمانيا وغيرها من البلدان هذه اللي همها الأول هو المحافظة على الكيان، بالتالي هذا الدعم السياسي اليوم نشوف بلينكن عنده جولة في الدول العربية، الدعم السياسي الدعم العسكري راح يغير من معادلة هذه المعركة، راح يضعف المقاومة. نحن نرى على الميدان أن العدو الإسرائيلي اليوم هو اليوم الثامن، لم يفكر ولم يدر بخلده أن يذهب إلى عمل بري، لا يزال نعم. يقصف من الجو، وهذا أي حتى لو أتيت بمجنون وطائرة F-16 استطيع أن يدمر نعم. لكن أن تتحدث عن جيش، هذا ليس جيشا، هذه ليست أعمال جيوش. الجيوش تحارب، تدخل على الأرض، لا تقصف المدنيين. اليوم ما يجري هو عبارة عن جرائم، الجرائم يستطيع أن يرتكبها أي شخص، لكن ليست الجيوش. فعندما نتحدث عن جيش، هذا الجيش غير موجود الآن. هناك مجموعة من المجرمين، من مصاصي الدماء، نعم هناك مجموعة من الوحوش تقوم بارتكاب الجرائم، تقصف المدنيين، تقصف المستشفيات، يعني تمنع الوصول إلى الدواء والغذاء والماء والكهرباء. كل هذه الأمور ليست أمورا عسكرية، هذه أمور أخرى لا علاقة لها بالحرب العسكرية. إذا نحن أمام انتصار، انتصار ناجز لا يستطيع العدو الإسرائيلي أن يتجاوزه. اليوم قبل ساعتين تقريبا كانت كتائب القسام في عملية هجومية في ضد تحشيدات للعدو الإسرائيلي شرق خان يونس، وهذه التحشيدات يعني هذه العملية هي دليل على أن زمام المبادرة في العملية البرية وفي العمليات العسكرية لا يزال بيد المقاومة. المقاومة عسكريا في وضع ممتاز جدا. ما يجري في غزة ما يؤلم هو الوضع الإنساني، نعم الوضع الإنساني. خليني أستاذ علي، عند استمرارية المقاومة أن يتفرج أستاذ يعني إبراهيم، ما يجري المقاومة من اليوم قادرة على يعني هذا الاستمرار بهذا الكم والنوع من العمليات عن ما حصل لهذا الكيان؟ نعم نعم.
عفوا استاذ علي، اسالك استاذ ابراهيم، المقاومه اليوم بناء على هذه المعطيات وهذا الكم من العمليات الناجحه بعمق الكيان الصهيوني، قادره على الاستمرار بالايام الجايه اذا ما استمرت المعركه لفترات؟ يعني حماس عندما دخلت المعركه هي تعلم ان هذه المعركه قد لا تنتهي في شهر، وبالتالي انها وفرت وحضرت كل الاستعدادات العسكريه واللوجستيه. نعم. وايضا الخطط، يعني اليوم المعركه انا شفت تقرير لاحد الضباط الصهاينه يقول ان حماس تعلم كل صغيره وكبيره في داخل الكيان الصهيوني وفي المستوطنات والقطاعات العسكريه، هذا يعني ان هناك ادراك حقيقي لمدى صعوبة المعركة. ولكن بالتالي يعني لاحظ أن حضرتك في الجانب العسكري أنه القطاعات أو الكيان الصهيوني يمتلك آلة حربية وترسانة حربية ضخمة جدا، ولكن في الجهة المقابلة المقاتل أو المقاوم الفلسطيني صاحب قضية، وصاحب القضية وصاحب العقيدة وصاحب المبدأ لا يمكن أن يهزم. نعم. هو يدرك أنه أن الآلة الحربية الصهيونية كبيرة جدا. شوف مثل ما ذكر ضيفك، يعني هي الآن لماذا كيان صهيوني لم يبدأ بعملية الغزو البري أو الهجوم البري أو الاكتساح البري؟ لماذا؟ لأنه يفقد إلى عناصر المباغتة. اثنين، أنه أدرك أن هناك أن الآثار السلبية أدرك تأثرت في معنوية الجند الصهيوني. نعم. وهذا بالتالي تحديدا أن الكيان الصهيوني الآن لا يستطيع أن يقوم بحرب برية. نعم. لذلك هو يلجأ لأسلوب الآخر. أولا هو يتحاشى أن يصدم مباشرة وجها لوجه مع المقاومة الفلسطينية. نعم. لذلك يذهب إلى عمليات القصف والاستهداف المباشر بالطائرات أو بالمدفعية. هي محاولة لتأجيج الرأي الفلسطيني والشعب الفلسطيني. نعم بالضبط، ضد المقاومة، وهو أسلوب صار واضح بالنسبة للمقاومين الفلسطينيين. خليني أنتقل للأستاذ إلهامي المليجي، الكاتب والصحفي من القاهرة. حياكم الله أستاذ إلهام اللي انضمنا عبر الهاتف. أهلا وسهلا بك، حياكم الله، تحياتي ليك ولمشاهديك الكرام وضيفك الكريم. يا أهلا ومرحبا بك أستاذ إلهام. هذا الوضع، هذه المعطيات، معركة مستمرة 8 أيام، دعم غربي بالنسبة للكيان الصهيوني، دعم مثل ما ذكرنا سياسي عسكري اقتصادي، بالمقابل المقاومة الفلسطينية واقفة بكل عزة وشرف وعقيدة ودفاع عن الأرض مقابل هذا العدو المغتصب. ما هو السيناريو المتوقع لهذه المعركة، معركة طوفان الأقصى، بالأيام القادمة؟ أولا بداية خلينا نترحم على شهدائنا، الرحمة والغفران، ونتمنى الشفاء لمرضانا. هي بالتأكيد في النهاية زي ما قال ضيفك من شوية، إن أكيد النصر للي بيدافعوا عن الحق، والفلسطينيين بيدافعوا عن حقهم، حقهم في أرضهم، حقهم في وطنهم، في مواجهة عدو غاصب غاشم. نعم. وبالتالي في النهاية هو حيكون النصر دي. لكن السيناريو على الأرض أنا في تقديري هو أن الكيان الصهيوني يلوح دائما أنه في سبيله إلى دخول بري، وهذا الأمر بالتأكيد هو يدرك تماما أن كلفته عالية. فالمقاومة الفلسطينية البطلة التي أثبتت جدارتها وقدرتها على هزيمة هذا العدو، وفي الدقائق الأولى من يوم 7 أكتوبر رأينا كيف استطاعت هذه المقاومة أن تزيق هذا العدو هزيمة منكرة. ولولا تدخل الآلة الحربية الأمريكية لدعم هذا الكيان وكذلك الآلة الغربية، بالتأكيد هذا الكيان زائل لا محالة، وزائل بأيدي المقاومة. والمقاومة وحدها هي يمكن لها أن تحرر هذه الأرض. لكن معلوم أن وراء هذا الكيان، وراء هذا الكيان قوى استكبارية، وراء هذا الكيان الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي بالفعل كما يقال دائما هي الشيطان الأكبر، وفي ذيلها كل المجتمع الغربي المنافق الذي يصمت عن كل هذه الجرائم التي تتم عبر الأسبوع الماضي، جرائم قتل النساء، قتل الأطفال، تهجير. شنو الهدف من هذه الأساليب اليوم اللي يتبعها الكيان الصهيوني؟ احنا مثل ما
ذكرنا في تغطيتنا أنه هو يبتعد عن مواجهة المقاومين، بالمقابل يستهدف المدنيين ويبعد عنهم كل أساليب الحياة وضروريات الحياة. بالضبط، هو بعد هزيمته المنكرة بدأ ينتقم من المدنيين، وهذا ما نراه في اليومين الماضيين. هو انتقم، ومع ذلك ما زالت المقاومة على صلبتها وعلى خطوتها وتزيقه منذ ساعات ومنذ يوميا. العدو الصهيوني، المقاومة الفلسطينية تضرب العدو، تضرب المستوطنات وتضرب المدن المحتلة، وأبدا لم كل هذه الضربات من المقاومة حاليا بعز تقدمها وتقدم ضربات وضربات موجعة للكيان الصهيوني. بعض الأصوات الغربية اليوم تدعو إلى التهدئة، بالتالي هذه الدعوات هل هي من صالح الكيان؟ هي بالتأكيد هو الكيان مهزوم لا محالة حتى اللحظة، هو الكيان في حالة هزيمة، حتى وإن تبدى يعني قتله للآلاف المئات من أبناء شعبنا الفلسطيني أو هدم البيوت، هذا ليس مؤشرا أبدا على انتصار هذا الكيان، بل على العكس هو دليل إدانة ودليل ضعف ودليل اهتزاز. بالتأكيد المقاومة حتى اللحظة هي في موقع المنتصر، وبالتأكيد هي منتصر في النهاية لا محالة. الغرب أدرك كم هو المأزق الذي يعيش هذا الكيان، ومن وهذا ما دفع بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع بأكبر حاملة طائرات في العالم، تدفعها إلى المنطقة وتمدها بجسر من السلاح. وهذا يعني يذكرنا، يعود بنا بالذاكرة إلى نصف قرن من الزمان في حرب أكتوبر 73، كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عندما أدرك أن الكيان الصهيوني مهزوم لا محالة، كيف أنه أقام جسرا قويا. هذا المتوقع هو من أمريكا وحلفاء الكيان الصهيوني اللي اليوم يدافعون عن الكيان بكل ما أوتوا من قوة وبكل الأساليب. أنا أشكرك أستاذ إلهامي المليجي، الكاتب والصحفي اللي انضمنا عبر الهاتف من القاهرة. أعود لك أستاذ علي، اليوم مواقف بلدان محور المقاومة كيف تابعتوا اتجاه القضية الفلسطينية؟ يعني مع أنه فلسطين هي البوصلة، بوصلة العزة، بوصلة الكرامة، بوصلة القضية، بوصلة الحق، الحق الذي يعني لا يريد الكثير من أبناء هذا العالم المنافق أن يعترف به لهؤلاء المستضعفين الذين هم بالله سبحانه وتعالى فقط أقوياء. وقد يعني ترجموا هذه القوة في المعركة الأخيرة، معركة طوفان الأقصى، التي لا تزال قائمة حتى هذه اللحظة. الفرز اليوم أصبح واضحا بين فسطاطين، فسطاط الحق وفسطاط الباطل، وبينهما يعني زمر النفاق الكبيرة والذين يدعون الحياد من هنا وهناك. هؤلاء لا مكان لهم، لكن الفرز اليوم الواضح، هناك جهة تدين المقاومة الفلسطينية على هذا العمل، وهي جهة الباطل، تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وإلى جانبها قوى الغرب. وأيضا يعني من معهم من الأعراب الذين صدرت بياناتهم في اللحظات الأولى تدين ما سمته استهداف المدنيين، وهي تقصد المستوطنين الموجودين على غلاف غزة. طبعا في كل الأعراف والشرائع القانونية والسماوية والوضعية والأخلاقية والإنسانية هي تقول إن هؤلاء محتلون وعليهم أن يخرجوا من الأرض، إن لم يخرجوا منها يعني بطرق سلمية فليخرجوا بطرق يعني بالسلاح، لا مكان لهم. حاليا الكيان الصهيوني يتبع العكس، يقصف المدنيين ويحاول يهجرهم من مدنهم، راح ينجحون بهذه المساعي التي يؤمن بها القانون الدولي والإنساني، وتعطي شرعية للمقاومين الفلسطينيين في تحرير أرضهم بالطريقة التي يرونها مناسبة، حتى وإن كان الأمر يتعلق باستخدام السلاح. هذا الكيان الغاصب الذي جاء إلى أرض فلسطين مستخدما الاستيطان والتهجير والقتل والعنف والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 1919 عندما كانت بريطانيا ترعى هذا النظام الغاصب. نعم أستاذ علي، أنا أسأل عن هذه النقطة بالتحديد، حتى العام 48 لحظة النهضة، أساليب الكيان تجددت اليوم، القسري لملايين ومئات الآلاف من الفلسطينيين. اليوم الفلسطينيون يعرفون كيف يردون الصاع صاعين. المواقف كما تفضلت أنت وأشرت،
يعني في سؤالك انه المواقف التي نراها اليوم هي مواقف تتعلق بالإيمان بالحق المطلق للشعب الفلسطيني، وبالاتجاه الآخر الخاضع والذليل نعم والخانع للأمريكان والصهاينة. أولئك المطبعون لا مكان لهم يعني في عزة أمتنا ونصرها. يعني انظر كيف يحتفل العالم الإسلامي كله بالنصر، بالعزة، بهذه الكرامة التي صنعتها أيدي المقاومة في كتائب القسام وبقية الفصائل الفلسطينية. وانظر إلى أولئك الذين يلوذون بالخزي والعار لوقوفهم إلى جانب العدو الإسرائيلي. محور المقاومة حاضر في هذه المعركة نعم بشتى الوسائل، ويعني بالطرق التي يراها مناسبة لإسناد إخواننا في فلسطين. نعم لن يتركوا، وهذا النصر سيتم المحافظة عليه وسيجني ثماره ويحقق أهدافه. فقط أولئك الخونة هم الذين لا يحق لهم أن يتحدثوا عن فلسطين ولا عن شعبها ولا عن مقاومتها. جيد، خلينا ننتقل لأستاذ إبراهيم. أنا أنقل لك السؤال، ما سمعني بشكل دقيق أستاذ علي. هذه الأساليب الصهيونية المتبعة حاليا بالتهجير المقصود للمواطنين الفلسطينيين من بلدانهم والمناطق اللي ساكنين بها، هذا راح ينجح بخلق هوية جديدة أو زراعة هوية جديدة لهذه المناطق؟ يعني هي سياسة استيطان يعني، وسياسة بناء المستعمرات المستوطنات، سياسة الكيان الصهيوني، وكان هو يعني يهتف إلى هذا. أولا هو أن يحول المواطن الفلسطيني إلى لاجئ، ولاجئ وتمدد جديد يعني، حتى خلاف الاتفاقات. نعم نعم اللي صارت بالضبط، هو لا يعترف لا يعترف الكيان الصهيوني لا يعترف بالاتفاقيات والقوانين الدولية والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان والشرعنة الدولية. هو يريد ويمارس هذه السياسة بدعم أمريكي، وبالتالي أن عملية تهجير الفلسطيني هو يريد أن يجعله بلا أن يحول الفلسطيني إلى لاجئ في خيمة، ويحوله إلى 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 متسول متشرد، ويعطي هذه الأرض إلى مستوطنات يبنيها ويعطيها للصهاينة الذي يجلبهم تارة من أوروبا، تارة من شمال أفريقيا ومن أفريقيا وما شابه ذلك. لذلك هو عملية استيطان، هو يستهدف بذلك أولا تعرية الأرض الفلسطينية، ويحاول أن يغير من طبغرافية الأرض الفلسطينية، ويحاول أن يغير حتى بعملية الاستيطان. هو يريد أن يبني كيان صهيوني وفق سياسته وفق مصالحه، مبنية على العنصرية، ومبنية على أولا تهميش الآخر، حرمانه من حقوقه، حرمانه من أراضيه. وبالتالي سياسة الاستيطان للأسف الشديد كانت، وبناء المستعمرات تسير وبناء المستوطنات تسير للأسف الشديد وفق ما أراده، وفق استراتيجية واضحة. طبعا منظمات حقوق الإنسان، منظمة دولية عاجزة على أن تقف حتى أن تصدر بيانات حول هذا السياسة الهمجاء. لا، المواقف واضحة صارت اليوم، فرزت مواقف الجبانة من قبل الحكومات. نعم يعني هو هذا يعني المجتمع المدني تدعي بالإنسانية. نعم يعني هو هذا الآن يعني شوف شوف الشيء بالشيء يذكر أن هذه المنظمات للأسف الشديد يعني منظمات يعني كأنها أذرع للكيان الصهيوني الغاصب، وهي من يتحكم بها أمريكا والكيان الصهيوني، هذا اللي أفرزت المواقف. أنتقل لك أستاذ علي، حزب الله مستمر بعملياته في شمال الأراضي المحتلة، يدك مواقع مهمة في بالنسبة للكيان الصهيوني في شمال هذه المناطق. نتوقع بالأيام القادمة اتساع أكثر لهذه المعركة ومساحة المعركة، ومشاركة ممكن فصائل أخرى من فصائل بلدان المقاومة في هذه الحرب ضد الكيان الصهيوني؟ يعني أقول إن من يقرر الدخول في هذه الحرب يعني بطريقة غير مباشرة هو العدو الإسرائيلي. إذا ارتكب أي حماقة أو استمر في حماقاته، سواء بالاستفزازات في جنوب لبنان، أو بالاستهداف المتكرر والمتواصل للمدنيين ومحاولة اجتثاث المقاومة من غزة، هناك قرار اتخذ على ما يبدو يعني أنه هذا الأمر لا يمكن له أن يحصل دون مشاركة قوى المقاومة بالطريقة التي ينسقون فيها يعني ضمن غرفة عمليات مشتركة. طبعا نتذكر قبل عدة أيام كان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يعني في خطاب مهم قال إن هناك ضمن خطوط حمراء أبرزها المشاركة الأمريكية المباشرة، وهنا يجب أن نضع أكثر من خط تحت هذا العنوان،
وكذلك هو يقول من الخطوط الحمراء، لم يذكر كل الخطوط، نعم وهذه ربما يدرك العدو الإسرائيلي ما هي الخطوط الحمراء لدى محور المقاومة. طبعا هذا الكلام الذي قاله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من الواضح أنه لا يمثل فقط يعني الجانب اليمني، وإنما هو يمثل كل المحور، وهناك قرار اتخذ بهذا الصدد. اليوم المقاومة في فلسطين لا تزال لها اليد العليا، ليست بحاجة حتى هذه اللحظة، نقول ليست بحاجة إلى إسناد عسكري، لكن في حال تطلب الإسناد هي بحاجة اليوم إلى إسناد إغاثي، إسناد إنساني، رفع الحصار، وقف الهجمات المتوحشة، وقف الوحشية، وهذه كلها مرتبطة بالنظام الدولي وبالمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الإنساني قبل أن تربط بالمحور. نعم. وهذا هو أبعد من هذا بكثير. هذا هو المهم أستاذ علي، يعني إحنا اليوم نشوف هذه البلدان الغربية يعني تدعم الكيان الصهيوني بجرائم. تشعر أنه ربما يرغب في أن تفتح هذه الجبهات، وخصوصا عندما يعلم أن هناك التزاما أمريكيا جديا بالدخول في هذه المعركة. لكن حتى هذه اللحظة يبدو أن الالتزام الأمريكي هو التزام رمزي، إرسال حاملة الطائرات هي لمجرد رفع معنويات الجيش الإسرائيلي المنهارة بعد عملية طوفان الأقصى. من الواضح أيضا أن الولايات المتحدة تربط هذا التواجد من أجل إخافة محور المقاومة ومنعه من التدخل للسماح للعدو الإسرائيلي بالاستفراد بغزة. حتى الموقف أستاذ علي إذا تسمعني، وفقا لما يريده الإسرائيلي ولا حتى لما يريده الأمريكي، حتى الموقف الأمريكي هي من تقرر كيف ستسير الأمور. وأعود وأقول المقاومة لا تزال لها اليد العليا، الصواريخ لا تزال تصل في مختلف نقاط هذا الكيان الغاصب وقواعده العسكرية ومغتصباته، وتدك مع المنازل والبنايات في تل أبيب وسد يروت وبئر السبع وفي وأيضا في عسقلان. أستاذ علي حتى الموقف الأمريكي، ما أعرف إذا الصوت واضح عندك، حتى الموقف الأمريكي متردد من الدخول بشكل مباشر، وقادة بلدان محور المقاومة أعلنوها صراحة أنه إذا دخلت أمريكا بشكل مباشر راح يكون أكو فد موقف حازم من هذه البلدان وهذه الشعوب العربية المناصرة بالتأكيد للقضية الفلسطينية باعتبارها أنه هي قضية الإسلام وقضية الأحرار حول العالم. أنا أشكرك الأستاذ علي الدرواني الكاتب والإعلامي من اليمن، كذلك أشكر الأستاذ إلهامي المليجي الكاتب والصحفي من القاهرة، كذلك أشكر الأستاذ إبراهيم السراج الكاتب والصحفي العراقي، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. بالتأكيد مستمرة قناة الأيام الفضائية بمواكبة هذا الحدث الأهم ومواكبة الانتصارات الفلسطينية المتحققة على الكيان الصهيوني لليوم الثامن. المقاومة الفلسطينية وحدها قادرة أن تسجل كل هذه الانتصارات بوجه الكيان الصهيوني وتستحوذ على مستوطنات مهمة وتأسر ضباط من الكيان الصهيوني. نلتقيكم تغطيات أخرى إن شاء الله، في أمان الله.